في هذا اليوم المبارك السعيد، يوم العالمي لوم الهمم لم يصادف 3 ديسمبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رحب استاذ الحضور، كل باسمه وكل بعلو مقامه وعلى راسه هذه الوجوه التي انارت جامعه محمد البشير الابراهيمي، وهي فئه ذوي الهمم. سيد الحضور، لا اقول هذا اليوم يوم الجزائر القاره العزيزه على قلوبنا، هذه الاولى الدوليه في مدرسه من التنسيق الاجتماعي بين المجتمع الجزائري. في هذا المطار، في هذا المطار تمت هذه المنظمه الطلابيه التضامن الطلابي الى ان تساهم الى جانب بعض المؤسسات. واحترام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين برهنوا في كم موقع وميدان على أنهم جزء من السجن الاجتماعي الذي يهدف إلى بناء الدولة الجزائرية المعاصة. وعلى التاريخ يشهد أن العديد من هؤلاء رفعوا راية الجزائر افراطا بين راية العلم، وإن دل على شيء إنما يدل على أن الدولة الجزائرية مهتمة بهذه الشريحة اهتماما بالغا، وتحظى بمصداقيه على مستوى كل الهيئات الوطنيه، وفتحت لها الابواب. وبالتالي في هذا اليوم العالمي اسميه اليوم الوطني، ابينا من خلال هذه الوقفه التضامنيه الا ان نبرهن لهذه الشريحه على اننا نقف معها ونمد لها هذا العون على مستوى جامعتنا، ونتمنى لها النجاح والتوفيق في مسارها العلمي التعليمي والعملي ان شاء الله. قمنا اليوم باحياء اليوم العالمي لذوي الهمم المصادف 3 ديسمبر من كل عام، يوم يفكرنا ويحسسنا بهذه الفئه الكريمه والتي وجب علينا الوقوف احتراما لها لما يبذلونه بمجهودات من اجل النجاح في حياتهم. نشكر كل المساهمين على انجاح التظاهرة على رأسهم السيد مدير جامعة محمد البشير الإبراهيمي، وكذا الضيوف الكرام وكل المساهمين من جمعيات والمؤسسات. بارك الله بكم، ونشكر وزارة الإعلام على تغطيتها لهذه التظاهرة، وبارك الله بكم.